هيا لنبدأ يا ذات الخال. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا. رددي ورائي. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا. ليس هكذا يا ذات الخال، اسمعي. إن العيون التي في طرفها حور يجب أن ترفعي صوتك هنا. لقد تعبت يا إسحاق، سأقوله كما أريد. لا يجب أن تلتزمي بالصوت، وإلا لا معنى للبيت ولا لصوتك إن لم تجيد استغلال مساحته وقوته. وتستطيع أي مغنية أن تغنيه عوضا عنك، ها؟ وأن استطاعت فهي لا تملك جمالي، والرشيد ينظر للجمال ولا يستمع للصوت. هارون الرشيد يعرف بالألحان والموسيقى، ويعرف جيدا الصوت الحسن وقوته، ويزداد جمالك جمالا إذا كان صوتك متمكنا. هيا لنعد إلى الغناء. هيا يا ذات الخال.